خلص عشان تلحق توصلني للمشروع. مشروع بس؟ انا اروح معاك لغايه الاتوبيس. عبد الرحمن هتوصل مامتك لحد الاتوبيس؟ لو حضرتك هتوصلها اقعد انا بقى. لا بابا مش هيوصلني، انا هروح لوحدي. يا ماما انا مش هسيبك تروح لوحدك ولا بابا هيرضى حد. مش كده يا بابا؟ خلص يا ابني عشان والدتك ما تاخرش، ريحها اللي هي عايزه اعمل اقولها. صبرك بالله يا ماما شويه وهتشوفي. اشوف ايه؟ اتخرج بس واجيب عربيه. انا اقولها كده هتجيب عربيه عشان اخدكم معايا كده في العربيه وتركبوا معايا. يا بابا انا مش هين عليا انت وماما تركبوا المشروع، نرد لكم الجميل. ادعوا لي بس انتوا ربنا يوفقني وادخل طب. ان شاء الله هدخل طب عشان اساعدكم. ربنا يوفقك يا حبيبي. لا يا ماما انت لوحدك ما ينفعش، لازم انت وبابا. ربنا يوفقك يا ابني. يلا ساعد يلا هوصلك وما تقوليش لا. شوف لنا تاكسي عبد الرحمن. تاكسي؟ يعني هنركب المشروع بكل الحاجات دي ازاي؟ يا بابا انت خليت تفك الكيس ولا ايه؟ الكيس خلص، شقه هنا وشقه هناك، خلونا نستلف. قضيه عبره اللي اتاخرنا عليه. لا عبره جايه، احنا عايزين يفضل سخن لحد ما يخلص. لازم تقبجه. عبد المولى اكيد هيجي لي الزياره الجايه، لو تحب قبل قضيه قبله واخد. ما هو مش لوحده، مش احنا اتكلمنا؟ انا قلت لك اللي انا عايزه، او كله بتمنه. عايز نظام طبنجه وضرب رصاص. لا 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 لا، سكينه وسيف ويولع الشقه. لا لا انت جننت ولا ايه؟ انت عارف وانا فهمت قبل كده. هيذهب بين حادثه، مش عايز اي شبهه. من بعيد لبعيد قضاء وقدر يعني. تمنها غالي يا باشا. عايز كام؟ 100 100 باجو. ده لو عاوزها قضاء وقدر يعني. حاسه تخيش فيها تتكون في عربيه، يعني نظام حوادث طريق، والمرور بقى يبقى يدور ويثبت حاله. مش ده غرضك؟ بالظبط. 100 ويستلمهم قضية. الزيارة الجاية يستلمهم من عبد المولى. مين؟ أنا. افتح يا أستاذ شرف. ترص هنا 100 رزمة من اللي خدتهم وتقول لي استلمهم فين؟ هاجي لك بكرة زي دلوقتي.